مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام في كل مكان، حياكم الله من القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. نحييكم أجمل تحية في برنامجكم A to Z اللي ينقل لكم جميع الأحداث الرياضية المحلية وشويها من الأحداث العالمية، ونتكلم عنها اليوم في حلقتنا المميزة مع نجوم مميزين إن شاء الله وبطولة مميزة. لكن ويانا أيضا زميلي عبد الله نوري، حياك الله عبد الله. الله يحييك زميلي محمد، امسي عليك وعلى كل من انضم لنا في هالفتره هذه لمتابعه برنامج A to Z اللي مثل ما عودنا الساده المشاهدين نسلط من خلال الضوء على كل ما هو جديد في الساحه المحليه والعربيه والخليجيه او حتى العالميه. لكن بيوسف اشتقنا لك، الحين صار الاسبوع انا مو شايفك ترى وايد. اشتاق لك العافيه. تصير بعض الظروف عبد الله يمكن الفنيه يعني، لكن بالنهايه اكيد احنا مستمرين مع الساده المشاهدين وابطالنا ونجومنا اللي يعودونا دائما انهم يحققون البطولات حتى على المستوى الاقليمي، وهذا في كل الرياضات. ها هذا شيء جيد ويسعدنا ان نستضيفهم ان شاء الله في هذا البرنامج سواء اليوم او في الايام القادمه مع الجروب الثاني ربعنا، نمسي عليهم بالخير. واليوم عندنا ايضا ضيف مميز، ها كاس السوبر اليوم، كاس السوبر الاستديو متوج بهذا الكاس، كاس السوبر بس هالمره بطعم السفير الله البرتغالي. شوف كاس السوبر البرتغالي يستاهلون، الكويت لكره اليد والله يستاهلون، كاظم كظماويه يستاهلون. فإن شاء الله راح يكون في فقرة مميزة إن شاء الله مع أبطال سوبر كرة اليد في نادي كاظمة، لكن أتركك مع فقرتك الأولى يا عبد الله. بلش أولى فقراتنا في البرنامج فقرة سبوت التي نسلط فيها الضوء اليوم على لعبة كرة الطاولة، وضيفتنا اليوم كابتن المنتخب الكويتي لكرة الطاولة من وشمري التي بات لاسمها مكانة كبيرة بين أبطال اللعبة بعدما تألقت وأبدعت في جميع المنافسات وما زالت تحصد الميداليات وترفع اسم الكويت في المحافل الدولية. خلونا نتعرف معاكم على ضيفتنا لهذا اليوم أكثر من خلال صياغة التقرير التالي. خلونا نروح نشوف هذا التقرير وبعد ذلك نعوده. كرة الطاولة تعتبر هذه الرياضة من أشهر الرياضات على مستوى العالم، وهي لعبة مصغرة من التنس الأرضي، ومن لا شك فيه يحتاج لاعب كرة الطاولة إلى جهد بدني ولياقة عالية وتركيز كلي بسبب حجم الكرة الصغير وسرعة تبادل الكرة ما بين اللاعبين. ضيفتنا اليوم من وشمري كابتن منتخب الكويت لكرة الطاولة، حققت العديد من الإنجازات على المستوى الفردي والمستوى الزوجي، وأهمها الميدالية الفضية في منافسة الفردي في بطولة غرب آسيا 2022، والميدالية البرونزية في منافسة الفرق في بطولة غرب آسيا 2022. رجعنا لكم بعد هذا التقرير مشاهدينا. خلوني ارحب باسمي وباسمكم في ضيفتنا من وشمري، نقول لك مساك الله بالخير، منورتنا ومشرفتنا اليوم في برنامج A to Z. الشرف لي طبعا، وانا اشكر جهودكم المتواصله في دعم الرياضه والرياضيين، تسليط الضوء حتى على الالعاب الفرديه. تستاهلون يا منوى، هذا حق واجب، واحنا بدورنا كاعلام رياضي اليوم نسلط الضوء على المواهب الشابه والمواهب المميزه في جميع الرياضات. منوى بالبدايه أنا عرفت شخصيا وأدري شنو إنجازاتك ما شاء الله تبارك الرحمن في المجال هذا، لكن خل نوصل هذه الرسالة حق السادة المشاهدين اليوم، كلمينا عن بداية مسيرتك في لعبة تنس الطاولة. طبعا بداية مسيرتي يعني بكرة الطاولة كان التوجه مو على هذه اللعبة بصراحة. صحيح. يعني أنا محبة وملمة بالرياضات بشكل عام، فكنت أي لعبة أحب مثلا أمارسها فترة وأحقق فيها إنجازات، بس لأن كان التنافس بس محلي فكنت يعني أزهق، أبي أطلع منافسات خارجية. طبعا لعبة كرة الطاولة نادي السالمية كان يعني سباق في هذا الشيء وفتح فريق للسيدات وكانوا يشاركون ببطولات خارجية، وهذا السبب اللي خلاني أتوجه حق لعبة كرة الطاولة ونادي السالمية بالذات، وتأسست هناك بسبب المنافسات الخارجية، لأن كان يعني سقف طموحنا أعلى من أن احنا بس نلعب داخل الكويت، كنا نبي ننافس بالمشاركات الخارجيه. ما شاء الله تبارك الرحمن السي في كبير،
ما بين ألقاب محلية وألقاب عربية وألقاب على مستوى العالم. خلينا نتكلم عن أقرب إنجاز لمنوى اليوم. أكيد في لقب تعبتي عشان توصلي له، خلينا نتكلم عن هاللقب هذا. طبعا يعني ما تقدر تقول في ميدالية أعز من ميدالية إلا يعني كل السبب لها، لها صح روحها صحيح أي. لكن أكيد يعني حق أي لاعب أول ميدالية راح تكون يعني راح يكون لها طعم ثاني. أول ميدالية يحققها بحياته راح يكون لها يعني إحساس ثاني. كانت أول ميدالية حققتها مع نادي السالمية في بطولة الأندية العربية، كانت في عمان، فكانت أول مشاركة لي، أول مشاركة خارجية لي. وطبعا يعني عشان نتكلم بواقعية وبصراحة بوقتها يعني كان مستواي ومستوى منافستي فيه يعني في جاب كبير بالمستوى. كانت طبعا الافضليه لها، بل ان كانوا مرتاحين خلاص انحسمت المباراه لهم. كان منتخب سوريا بوقتها يعني منتخب جدا قوي، كان ياخذ الثاني على العرب، فكانوا مرتاحين انه مستحيل منو راح تقدر تغلب هذه اللاعبه. فسويت مفاجاه بالبطوله ولعبت يعني اتوقع احسن افضل من مستواي في ذاك الوقت. فالميداليه هذه يعني وايد عزيزه علي. وعندي طبعا في الميداليه الاخيره اللي حققتها في بطوله منتخبات غرب آسيا، كان يعني في هالبطولة حققت 3 ميداليات طبعا بعد يعني جهد كبير بعد معاناة طويلة. فهذه الميدالية وايد عزيزة علي وأفضل تصنيف لي. على طاري الجهد، بما أنك ذكرتي هالنقطة هذه، هل تعتبر رياضة كرة الطاولة من الرياضات اللي تحتاج إلى جهد كبير من واليوم، والتوفيق ما بين الدوام ما بين الرياضة ما بين هالأمور، خصوصا أن أنت محامية في هذا المجال؟ يعني صعب، ما هو شيء سهل نجد توافقين. جدا صعب يعني احنا في صراع يومي يعني كل يوم عندنا بالنسبه لنا جهاد عشان نخلص. يعني انا قبل شوي يعني قلت ان شاء الله ما انام قبل ادخل اللقاء. يعني كل يوم الجهد يعني الجهد مضاعف، لان الجهد الذهني يعني يتعب اللاعب، مو بس يعني الجهد البدني ممكن اي متعود خلاص انت على التدريب. ذهنيا انت خلاص يعني على اخر اليوم انت منتهي. اذا انت تقعد مثلا من الساعه 5:30 الفجر بشكل يومي، تقعد 5:30 الفجر تخلص دوامك توصل البيت مثلا الساعه 2:30 3 تمرينك يبدا الساعه 4، فيعني تقريبا شيء شبه مستحيل اللي قاعد يصير يوميا. يعني وهذا يعني هذا لابد ان يعني احنا قاعد نقاتل عشان نطلع في هالمستويات، لكن لابد ان ياثر على مستوى اللاعب. هو التعب واضح، ترى التعب والله عليك، بس ما شاء الله تبارك الرحمن الاصرار والعزيمه والجهد اللي انت موجود عند منوى مو موجود عند اي لاعبه ثانيه. فاحييك وهنيك يعني على هالاصرار اللي موجود عندك. لكن خلينا نتكلم على الصعوبات اللي تواجهكم في البطولات اليوم. منوى كل بطولة تشاركين فيها أكيد لها تحضيرات معينة، لها نظام معين للتحضيرات. يعني مثال التحضيرات المحلية، البطولات المحلية تختلف عن البطولات العربية الخليجية العالمية. شلون من وتحضر نفسه حق هذه البطولات؟ صحيح طبعا احنا قبل أي منافسة أنت لازم تدرس منافسينك. أنت راح تعرف شنو المستوى اللي أنت داخل عليه. أنت راح تعرف البطولة أساسا فيها هل بس هي تكون من منافسة مثلا الفرق والفرق وفردي وزوجي. طبعا هذا التجهيز لها يختلف تماما. صحيح. انت راح تبذل مجهود اكبر من اللي انت تبذله بس مثلا منافسه الفرق. هي بالنهايه نفس اللعبه لكن مجهودك يختلف. يعني احنا بالنسبه لنا في البطوله الاخيره اللي البطوله ما قبل الاخيره اللي كانت بطوله غرب اسيا كانت معاناه. يعني احنا بالصاله تقريبا من الساعه 9 الصبح نطلع ممكن الساعه 9 بالليل. فيعني انت متواصل وما تقدر ترجع الفندق ابدا، ما تقدر ترجع لا تريح ولا حتى ترجع تاكل. كانوا يبولنا الاكل اللي عندنا بالصاله. فهذا المجهود اذا انت ما حضرت له بشكل كافي هذا طبيعي انه راح ياثر على يعني مستوى تركيزك حتى لو انت محضر بدنيا يعني بشكل ممتاز. فقبل هالمنافسات يعني يكون يعني التجهيز غير عن الوضع الطبيعي، ان انت تداوم وتتمرن. لازم يكون مثلا فترة المعسكر تكون طويلة، تكون تفرق تام لهذه الرياضة. بالضبط، لما أنا أدرس نظام البطولة وشلون راح تصير طريقة تنظيمها أعيش اللاعب بالمعسكر التدريبي بالضبط نفس الأجواء عشان يكون هو ماخذ على الوضع. صحيح. يعني مو مثلا اللاعب متعود بين التمرينين يرتاح ويقيل. أيوة. ما يصير أنا بالبطولة أقول له لا راح تلعب مباراة بالوقت اللي هو متعود أنه يقيل فيه. أيوة. هذا يأثر على مستوى التركيز. على طاري البطولات خلينا نتكلم عن مشاركتك الأخيرة في بطولة التضامن الإسلامي. يمكن هذه المشاركة كانت تختلف عن باقي المشاركات اللي شاركت فيها.
أكيد طبعاً أنا شاركت في هذه بطولة طبعاً مثلاً طبعاً الشرف حق أي لاعب إنه هو يمثل منتخب بلده في أي بطولة كانت ويقدم أداء مشرف. الحمد لله أنا في هالبطولة قدمت أداء جداً مشرف جداً لاعبة مصنفة. طبعاً رحت البطولة قبلها بيوم أنا كنت واصلة يعني وصلت أنا وصلت متأخرة عن الوفد بسبب مشاركتي في بطولة الأندية غرب آسيا بعد بطولة المنتخبات مباشرة. فأنا رجعت الكويت تقريبا 4 أو 5 ساعات ورجعت مرة ثانية طرت على تركيا. فتخيل أنت مجهود شهر كامل معسكر وأكثر من شهر شهر ونص تقريبا معسكر بطولتين بعدها على طول تروح على بطولة التضامن الإسلامي. طبعا يعني بوقتها كنت جهد وتعب كبير جهد يعني جهد كبير. وإحنا عشان نكون واقعيين إحنا مو طول السنة متعودين على هالكم من المباريات. وبالعكس يعني احنا ما نتذمر من هذا الشيء، احنا اصلا نطلب هذا الشيء وتطلبون زياده، انتم محتاجين بطولات زياده. انا استغرب يعني ما شاء الله تبارك الرحمن على هالانجازات اللي تقومون فيها والجهد والتعب البدني والذهني اللي انتم تعيشون فيه، تطلبون بطولات زياده. نطلب بطولات زياده علشان لان احنا في بعض المرات يعني انا اكلمك ممكن نقطه واحده بالمباراه تخسر، يعني ممكن نقطه واحده تخسرك المباراه كلها. صحيح. بعض المرات مو مسألة أنت مو جاهز أو مو متمرن بشكل كافي، بعض المرات يعني خبرتك بالتعامل مع هذا الموقف أو في نقاط معينة. يعني إحنا عندنا مثلا النقاط الأخيرة ما يصير تلعب رسال طويل، بس بعض المرات من الضغط النفسي أنت عارف حجم الكرة ووزن الكرة وكل الموضوع يعتمد على الإحساس وعلى أن أنت متماسك وأعصابك متماسكة. فيعني كثرة أن إحنا نعيش هذه المواقف هي اللي راح تعلمنا يعني أن نفوز في مباريات معينة. احنا مو قاصرنا المستوى، ممكن قاصرتنا الخبرة أكثر. جميل. معالي وزير الإعلام اليوم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب سيد عبد الرحمن المطيري كان من أول الداعمين لكم في هذه البطولة، كلمينا عن مقابلتكم اللي حصلت في تركيا لمعالي الوزير عبد الرحمن المطيري. طبعاً وجه له التحية الوزير عبد الرحمن المطيري. يعني أنا بالنسبة لي بصراحة أتكلم يعني أتكلم أخوتكم، المفروض الكلمة تصير قريبة. يعني أكيد أنا واحدة من الناس أول مرة بحياتي أعرف وزير الشباب، أول مرة بحياتي أقابله شخصياً. يعني على الرغم من أن أنا مثلاً مسيرتي الرياضية تقريباً رسمياً مع المنتخب 15 سنة ما شاء الله. فأنا أوجه له التحية وأشكره أنه هو كان يعني صدره وسيع ويمكن طول باله علي أنا شخصياً، لأن أنا شخصياً فضفضت ويعني سمعني كأخو. وأنا هذا الكلام ما أقوله كمدح، يعني إذا الكلمة مو بمكانها ما راح أقولها. فأنا أشكره أنه هو طول بال علينا وسمعنا وسمع شنو اللاعبين يحتاجون. وإحنا إن شاء الله نتأمل وإحنا ناطرين، هو وعدنا بوايد أشياء بس إحنا ناطرينها إن شاء الله. أكيد ويقولها ويقولها. وهذا شيء مو غريب عن السيد عبد الرحمن المطيري، أكيد هو داعم أول للشباب في جميع المجالات الرياضية مثل ما إحنا قاعد نشوفها. خلنا نتكلم عن قدوتك في المجال الرياضي. أنت أكيد كل إنسان يتأثر في لاعب معين، يتأثر في مدرب معين، هو اللي دخل هذه الرياضة، منو قدوة من وين؟ يمكن تتفاجأ أن أنا قدوتي خارج نطاق تنس الطاولة تماماً. أنا بالنسبة لي يعني قدوتي بالرياضة يعني الشخص الأول اللي خلاني أحب الرياضة بالبداية عمي خالد كان قولتي المنتخب وقولتي نادي كاظمة. يعني حبه والتزامه بالتمرين بالضبط بالضبط نفسه خذيته وطبقته. رياضة ثانية، مجال ثاني، مجال ثاني، لكن الانضباط بالرياضة وصراره على أنه هو يحقق اللي هو يبي، يمكن هذا الشيء أثر فيني وايد. واللي اكتشفني أن أنا إنسانة أحب أو أقدر أضبط أي رياضة ألعب فيها أو أي مكان أحط فيه عمي أنور، عمي اللي أصغر منه. نوجه لهم تحية. وطبعا ما أنسى دعم أهلي أكيد. أكيد طبعا الأهل هم الداعم الأول لك في جميع الرياضات. يمكن منوه انا استمتعت وياك، مشكور وما قصرتي على قبولك الدعوه وحضورك ويانا في برنامج اي تو زد. واحنا لا حلقه ولا حلقتين ولا ثلاث تكفينا، ما شاء الله تبارك الرحمن انجازات كثيره. ما تقصر، يعطيكم العافيه. يطول عمرك. بكذا اعزائي المشاهدين نكون خلصنا فقرتنا الاولى ولا زلنا مستمرين في برنامج اي تو زد وفقره ما بعد النشر والزميل محمد بوغريس. سبع ثواني خلاص خلاص من حبكم يا زين خلصنا. كاظمة يكسب، كاظمة يكسر احتكار نادي الكويت، كاظمة الكويتي يكسر احتكار نادي الكويت الرياضي.
توج نادي كاظمة بلقب كأس السوبر لكرة اليد في نسختها الثالثة بعد فوزه على نادي الكويت حامل اللقب في النسختين الأخيرتين في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بنتيجة 24 مقابل 23 هدفاً. وهذا اللقب يعتبر الأول البرتغالي في المسابقة، وبذلك أنهى أبناء العدالية احتكار الأبيض للبطولات المحلية لكرة اليد للمرة الأولى منذ الموسم 2013-2014، كما أن لقب سوبر اليد هو ثالث للسفير على حساب العميد أيضاً في الألعاب الجماعية في الموسم الراهن بعد لقبي الكرة الطائرة وكرة السلة، لتتسع بالتالي دائرة المنافسة ما بين فرقنا المحلية، وهذا الأمر سيكون انعكاسه إيجابي على منتخباتنا الوطنية خلال المشاركات القادمة. حياكم الله مشاهدي الكرام مرة أخرى في برنامج أتوزد في فقرتكم ما بعد النشر. نحتفي دائما في السفير في هذا الموسم وهو يفوز في بداياته الجميلة في الطائرة في السلة واليوم باليد. فريق نادي كاظمة حقق نتائج متميزة جدا على مختلف الأصعدة ومختلف الألعاب أكيد مؤخرا، لكن بطولة كأس السوبر المحلي لكرة اليد كانت يعني تحمل أكيد رمزية معينة في قلوب الكاظماويين. أكيد اليوم كاظمة يعني بعد فوزه على الكويت في مباراة السوبر 24-23 كانت له كلمة في هذا المجال. يسرنا أن نرحب بضيوفنا الكرام هنا داخل الاستوديو. معنا الكابتن مدير فريق كرة اليد بنادي كاظمة كابتن مساعد، حياك الله يا كابتن وحياك الله ويانا في برنامج اي تو زد. حياك الله اخوي محمد بقريس، ومسي عليك ومسي على اخوان المشاهدين، ومشكورين على الاستضافة الحلوة ومتابعتكم لاخر مستجدات كرة اليد الكويتية. تستاهلون اكيد. تركي احد نجوم اللعبة في الكويت وفي نادي كاظمة اكيد على مستوى حراسة المرمى، حياك الله تركي وشرفنا اليوم. الله يحييك، شرف لنا طال عمرك، ومشكورين على الاستضافة الحلوة هذه، وإن شاء الله من أفضل لأفضل، وطول عمركم سباقين في الرياضة الكويتية، عساكم على القوة. تستاهلون كل خير. نبتدي أكيد والحديث يمكن كان بداية الاستوديو وشفنا الكاس كأس السوبر، مبارك لكم حقق هذا الإنجاز والإدارة الكاظماوية والجماهير الكاظماوية واللاعبين أكيد بشكل خاص. ترى أنا والدي كاظماوي، ها ببارك له، يستاهل أبو محمد، لكن أكيد له طعم ولا معنى هذا وخاصة في البدايات، هاي يعطي نشوة حق الموسم. شو تقول عن كأس السوبر؟ أول شيء بالبداية أهني إخواني أعضاء مجلس الإدارة، على رأسهم أخوي أسد البنوان وعضو مجلس الإدارة أخوي عمر الملا رئيس الجهاز الفني والإداري. صراحة بالنسبة لكأس السوبر يعني نقدر نقول أن على قولتهم بعد غياب طويل ممكن إلى أكثر من 20 سنة غاب نادي كاظمة عن منصات التتويج أو بالأصح عن حصد البطولات، لذلك كان لها دور كبير ومهم خصوصا من بداية الموسم أو بالأصح السنين اللي فاتوا. كنا كل موسم ندخل بنفس الهدف وندخل بنفس الإصرار أن بإذن الله مع اللاعبين والمحترفين والمدربين راح نحصد ببطولة خلال الموسم، لكن قدر الله وما شاء فعل ما كان لنا نصيب. لكن كانت من بداية الموسم هذا بعد على قولتهم جلب المدرب الأسواني الجديد أنطونيو ومساعده سيرجيو ومع المحترفين اللي الكل شاف مستواهم العام اللي هو الكباتن أنور بن عبد الله ومحمد فراد، كانوا للأمانة من أفضل المحترفين اللي تواجدوا بالدوري الكويتي العام. ريالنا شلونهم محليين؟ وكانت لهم إضافة حتى المحليين، يعني قدمنا للمدرب على قولتهم جميع الأرضية الجاهزة اللي هو يحتاجها. نعم. والحمد لله
مبروكين. بالنهاية حققنا الهدف على قولتهم. مبروكين تستاهلون. تركي انت يعني على قولتهم الإشادة فيك او الكلام في حقك مجروح او شهادتنا فيك مجروحة. نجم مميز ولك باع طويل حقيقة في هذه اللعبة في مركزك، وانت ان شاء الله من النجوم الكبار في هذه اللعبة. الفوز على الكويت لا طعم في كأس السوبر على اعتبار الكويت يعني محتكر هذه البطولة لفترة طويلة. شيء طبيعي، انت لما انت تبي تصير الافضل لازم تفوز على الافضل. فانت نادي الكويت صار له محتكر البطولة هذه والبطولات الثانية فترة طويلة، 8 سنين 9 سنين. انزين، فانت لما تجي تاخذها وبداية موسم هذه دفعة معنوية حتى حق فريقك انت حق لاعبينك، ان انت تكون تكمل المشوار هذا ثقة زايدة لك حق الدوري ان شاء الله، حق الكاس عندنا بطولة آسيوية ان شاء الله. نعم. فشيء يعني انا بالنسبة لي اشوفه شيء ممتاز. شلون شفت المباراة ومدى صعوبتها، خاصة المباراة انتهت 24-23 وبالتالي راح نتكلم عنها بشكل موسع يعني ونذكر أستاذ المشاهدين فيها. المباراة هي دائما النهائي يكون صعب. نعم. خصوصا لما تلعب مع لاعبين خبرة مثل لاعبين نادي الكويت. نادي الكويت حراس خبرة بعد. حراس خبرة. نعم. لاعبين محترفين هم، يعني عنده محترف هداف كأس العالم. نعم. وتوهم رادين من بطولتين، يعني جايك جاهز. اي جايك بالفورمة جاهز. ففريق يحترم، واحنا كان تركيزنا ولله الحمد وايد عالي مع المدرب والجهاز الإداري، يعني كانوا مهيئين لنا كل السبل ان نحن نكون مركزين بالمباراة، والحمد لله توفيق من رب العالمين، وان شاء الله القادم افضل. طيب احنا سعد او مساعد نقول يعني في تحضيرات معينه لكل بطوله. كاس السوبر هي مباراه واحده، لكن اكيد انتم عندكم خطط مثل ما يقولون طويله الاجل وكاظمه معروفه ايضا في كره اليد او في عالم كره يد محليه. بالنسبه حق التجهيز، تم التجهيز يعني من بدايه الموسم، والحمد لله بمتابعه اخوي عمر الملا. نعم. النادي عموما شغال على جميع المراحل السنيه من الصغار الى الكبار، محاولة على قولتهم حصد البطولات، تجهيز اللاعبين من فئة إلى فئة، وتطوير على قولتهم مستوى لعبة كرة اليد بالنادي. نعم. وبالنسبة لمباراة السوبر كان تجهيزها على قولتهم نسبة عالية، الهدف أساس إنه يبونه النادي. واللاعبين الحمد لله ما قصروا، كان تركيزهم عالي، سعوا لها من أول يوم من لعبة السالمية. ممكن لعبة السالمية كان المستوى شوي يعني أول جيم مو زيادة، لكن الحمد لله رجعوا الشوط الثاني. شنو سبب تفوق كاظمة وعودتها بسرعة للدخول في المباراة؟ أنا تركي قبل لا ندخل الاستوديو كان غير، كان مرحرح يوم دش صار وايد ذرب، تغير شوية، لكن خليني أستغل هذه النقطة وياك، إنه يعني رديته بقوة، رديته بسرعة وفارق أيضا كبير في الشوط الأول. هذا بالنسبة حق المباراة نفسها، لعبة النهائي. نعم. اي نعم، بالنسبة للعبة النهائي كان بالبداية على قولتهم مثل التركيز العالي كان مع اللاعبين وشوي متنشنين بالملعب، لكن الحمد لله بالبداية صحيح تفوق علينا نادي الكويت بعد 3 أهداف اللي هو كانت النتيجة 7-4. نعم. لكن بعد ما مدربنا خذ التايم الاوت الخاص فيه شرح للاعبين انه شوي يهدون بالملعب وتمشي الكرة مثل الخطة اللي احنا واضعينها حق المباراة. فالحمد لله التزم اللاعبين بالخطة، مشوا على نهج وسير المباراة الصحيح، قدر ينهي كمثال الشوط الأول بنتيجة 13-8. وهي شوف يمكن انعكاس الفرحة شيء كبير وواضح يستاهل على الفريق وأيضا على اللاعبين المحترفين اللي تحسهم يعني فعلا هم مندمجين بشكل كامل تركي معاكم كفريق. إيه ما شاء الله عليهم المحترفين من أول يوم يو ويانا دشوا بنساق الفريق على طول، دشوا مع الفريق كلعب يعني، خصوصا احنا فريقنا ولله الحمد احنا عندنا لاعبين خبره. نعم. فلما يدش عليك محترف وياك يشوف المستوى العالي اللي موجود عندنا فيدش عليك معاك على طول، والتركيز انت لما تكون مركز بمبارات زين يا ذو حدين، يا يصير معاك يا يصير ضدك. فاحنا بدايه المباراه حاول يقلب ضدنا، بس الحمد لله يعني من الخبره الموجوده عندنا من المحترفين من المحليين اصرار كان حلو وتعب وايد. عشان شو اللي يميز كاظم؟ هل مثلا فوزكم على السالميه اعطاكم دافع، ولا انتم كان في هدف معين في بالكم في بدايه المشوار ان يعني الفريق فعلا فريق مستعد، فريق قوي، الاداره ما قصروا، الكباتن موجودين، وفروا كل شيء؟
وبالتالي كانت مسؤولية المسألة. إيه قلت لك أنا أن الجهاز الإداري والجهاز الفني معطيك الأريحية التامة، أي شيء تبي موجود بالتمرين، ألفة اللاعبين مع بعض، احنا كلنا مع بعض، يعني مو بس بالتمرين، برا التمرين احنا هم مع بعض. هذه الشغلات تنعكس عليك بالملعب بالضبط. ولما نطلع ويا بعض، لما يكون تركيزنا دائما بالمباراة، احنا لازم نسوي كذي، لازم نلعب كذي، لازم، هذه شغلات كلها لها مردود لقدام. والحمد لله، وان شاء الله هذه بداية الخطوة، احنا ان شاء الله بعون الله تركيزنا ان شاء الله على الدوري والكاس يا رب. إن شاء الله وتستاهلون أكيد. سهل الطيب. نسولف عن يعني استخدام المحترفين، أكيد أكيد كل نادي عنده قاعدة، وأنت تفضلت وتكلمت أن كاظم لديه قاعدة وفريق رديف، وهذا شيء يميز أي فريق يريد أن يحقق بطولات. لكن أكيد اختيار المحترف هو اختيار فني دقيق حتى تصل حتى يمكن إلى المستوى الخليجي أو المستوى العربي. طبعا بالنسبة لاختيار المحترفين هذه ترجع بشكل كبير وأساسي حق المدرب، وهو يقيس نسبة احتياجه وشنو النواقص اللي عنده بالفريق، فيطلب في أي مركز، في أي مركز شنو احتياجه. لذلك الحمد لله المحترفين واللاعبين البدلاء حق المحترفين بإذن الله نقول إنهم كلهم على مستوى واحد. طيب أنت مع المحترفين اثنين أو إنه واحد؟ والله واحد الكل بواحد. الكل شاف فكرة المحترفين، يعني بالنسبة إذا بتقيسها سواء بالكويت كثاني سنة، عندك المنطقة الخليجية كمستواهم تلقى المستوى العام بالدوري مرتفع، البطولات الأوروبية موجود فيها المحترفين على مستوى عالي. نعم. لذلك احتياجنا للمحترفين كان شيء أساسي. ممكن بعض الناس يخالفني النظر أنه يقول لك لا احنا نحتاج أن نوفر لاعبين بالمراكز معينة، لكن مع ذلك وجود المحترف راح يرفع من معدل ومستوى اللاعب المحلي إلى أكبر من المستوى العادي اللي احنا نعيشه. نعم. ممكن فترات من السابقة صحيح كان عندنا أجيال كبيرة لها كل الاحترام والتقدير وأدت مستويات عالية، لكن بالنسبة لتطور الرياضة بالوقت الحالي خلانا أننا نحتاج كمحترفين حتى اللاعب الصغير يتمنى مثلا أنه يوصل مستوى اللاعب أو يقدم مستويات كبيرة تأهل المنتخب والبطولات والمنافسة بالبطولات. نعم. ساعد قال كلمة حلوة، قال أن احنا في السابق، وهذا يمكن تحدثنا فيه وكل كن يعني يعرف أنه يعني مستوى منتخب الكويت في ذلك الوقت لفترات طويلة وجيال مميزة ذهبية وليس جيل واحد، مع وجود المحترفين أنت شخصياً أم تعطى الفرصة مثلاً لتقليل العدد واحد أو اثنين؟ هذه واحدة. اثنين، رأيك في المدارس التدريبية؟ يعني في السابق كنا يمكن نشوف اليوغوسلاف، نشوف الكروات، نشوف الصرب، اليوم لا، في أسبان، وأسبانيا معروفة أيضاً في عالم، حتى الفرنسيين والفرنسيين. نعم. أول شيء على المحترفين. نعم. أنزل أنا رأيي الشخصي مع أخوي مساعد. نعم. أنت اللاعب أنت لما تقعد تطالع التلفزيون وتشوف اللاعبين المحترفين هذيل، ودك توصل المستوى، ودك تتعلم منه، بس أنت ما عندك الاحتكاك هذا. فأنت لما تحط محترفين والأندية تجيب محترفين على مستوى مميز، إيه على مستوى عالي، أنت حتى اللاعب الصغير عندك على مع الاحتكاك ويا المحترف هذا ممكن هو يتطور. نعم. يتطور ويوصل مرحلة بعيدة وايد. فأنا محترفين انعكاسة إيجابي على الكرة، إيجابي 100%. نعم. إيجابي 100%. وبالنسبة حق المدارس كل وقت ولا حقبة، يعني بالتسعير يقول كل وقت ولو أدان، كل وقت ولو أدان. فالحين نعم. العشر سنين اللي طافت إحنا نشوف، مو عشان مدربنا موجود. نعم. هذه أرقام، هذه بطولات نشوف. نعم. الأسبان هم اللي شغالين على الموضوع هذا. فأنت تحاول تأخذ، تغيرت المدرسة أنت تروح تجيب المدرسة الثانية. نعم. حسب تطورها. طيب أنت منو مثلك الأعلى كحارس مرمى؟ هذا السؤال يدور في ذهني شخصيا، وأنت يمكن شاهدت، وكلنا كنا يعني عبد الرزاق بلوشي، ويعني يعني تبي بالكويت؟ بالكويت وعالميا. بالكويت. نعم. يعني هو مو مثل أعلى. إنزين، هم كلهم إخواني. كلهم أكيد. أكيد. كلهم أحبهم. أكيد. إحنا ما نتكلم أرقام. لا أكيد. نتكلم. نعم. موهبة جولتي. نعم. سعد عفوا الفضلي، عبد الرزاق بلوشي، عبد الرزاق برزيق، ما في مجال وياه، يعني برزيق ما في مجال، ما في مثله. اي ارقام وميداليات بطولات. فضلي بعد. اي ابو خالد يوسف، اي اهم لاعب، بس انا اتكلم شخصيا. انا شفتهم بعيني. نعم. وعاشرتهم بالمنتخب 7-8 سنين. نعم.
بورزيقة شيء ثاني. اي بعبيد ما لحق موهبه من الله. اي ما لحق. ونمسى ايضا على كابتن يوسف يعني احد الرواد في هذا المجال اكيد تاريخ كبير. طيب تحذيراتكم بالنسبه لكاب ما تكلم حق هذا الموسم وايضا شنو تفكرون فيه من بطولات اكيد الجماهير الكمويه ما تبي بس السوبر خلاص طمعانين خلصنا من السوبر خلصنا من السوبر اكيد في امور وخطط قادمه. التحضير طبعا بدا من بعد نقول من بعد نهايه كاس السوبر بدا الحين تفكير مرحله الدوري والكاس وان شاء الله البطوله الاسيويه شهر 2 ان شاء الله فهي فرحه على قولتهم الحمد لله خلصناها لكن يبقى الحين التركيز على بدايه الدوري اللي هو راح يكون يوم الجمعه ان شاء الله مع النادي العربي فبدا التحضير وبدا اللاعبين خلاص يعيشون الحين جو المنافسات من جديد خلصنا بطوله معينه ندخل الحين بالدوري وباذن الله تركيز عالي من المستوى من اللاعبين ويحاولون على قولتهم يقدمون الصوره اللي الكل يتمناها عوده نادي كاظمة منصات التتويج عوده حصد البطولات غاب فتره لكن يبقى نادي كاظمة اسم على قولتهم مرتبط بكره اليد الكويتيه نعم. ورجعته من رجعه الكره كلها ان شاء الله اكيد تركي يعني اكيد عندك زملاء تتابعهم منو من الحراس اللي تحسه من ناشئين اتكلم ها تتابعهم تحس انه في هذا ممكن يكون باكر تركي ممكن يكون سفر جديد ممكن يكون يعني بالنهايه نتامل خير حتى حق المنتخب مبدئيا ما شاء الله لا اله الا الله الكويت ولاده مو لاعبين انا اتكلم حراس لاعبين احنا خالصين حراس الكويت ولاده نعم راح تلقى حراس بس اللي موجودين الحين عندك احمد جواعد عندك حمد دشتي ناس صغار ماشيين على الخط نعم ماشيين على الخط ان شاء الله بعون الله عشان تكون على بعينه ترى هذول لاعبين النادي كاظمة يعني. اي مو هذا احنا نقول اهم شيء تواجدون يفيدون المنتخب لا لا لا, لا ان شاء الله انهم فايدين المنتخب لا لا هو في فرق ثانيه بس قاعد يلعبون درجه اولى احنا اللي قاعد نتكلم ان الشباب هذيل الصغار يعني ان شاء الله هالموسم بيبينون بس مشروع حراس 15 سنه قدام اذا الله احيانا ان شاء الله وفي حراس انا ما اقول ما في في حراس الكويت ولاده فيها حراس بس احنا نتكلم الحين اللي اعمار 19 20 انزين هذيل الاثنين انت قصدك قاعد تكبرنا شوي ها ترى 29 مو زياده مو زياده 29 طيب بروح وياك حق يعني لحظه التتويج بالنهايه اكيد الفرحه كانت عارمه فرحه كبيره انت فايز على فريق بطل وراح نستذكر واياكم حتى مع مشاهدينا الكرام لحظه التتويج بالضبط شو كان انعكاسها عليكم؟ شعور حلو شعور وايد حلو بالعكس ان انت تتعب طول الفتره هذه واخر شيء تاخذ المردود شعور وايد حلو بالعكس ان الواحد يستانس خصوصا بالنسبه لي انا وايد مستانس نعم لان انا اول بطوله اخذها نادي الكويت هو شعور الفرحه اكيد يعني هذا شيء خالص منه انك تفوز على نادي بطل وانت تتوج هذا شيء خالص منه بس اقصد انعكاسه الايجابي انت اكيد تبدي موسم وهذا شيء يمكن حتى يمكن على اللاعبين الصغار يعني دفعه معنويه حق الفريق خاصه يعني حق الصغار احنا فريقنا فيه صغار فهذه ترسخ الثقه باللاعبين الصغار حق الدوري نعم يعطي ثقه زايده انه يكون موجود حاضر بكل مباراه بالدوري فشيء طبيعي انا بالنسبه لي الامور طيبه نعم وين اشكرته مساعد او شنو تحضيراتكم كانت قبل الموسم قبل الموسم يعني احنا بدينا اول شيء بدايه التمارين كان تاريخ 1/8 لان كانت الفكره ان بطوله الدوري تبدا 18/9 نعم لكن بالنسبه للمشاركات الخارجيه حق نادي الكويت وكان عندنا بطوله الاسيويه لكره قدم الصالات فتم تاجيل الدوري الى يعني ل 27/10 نعم فاستمر على قولتهم التمرين واشتغلنا والحمد لله يعني لما حصلت لنا بطوله وديه بالبحرين لمده اسبوع والحمد لله شاركنا فيها وقدرنا نحصد على قولتهم لقب البطوله مشاركه انديه من البحرين والسعوديه البحرينيين لاعبين وفرق مميزه ما شاء الله بس الحمد لله ربعنا فيهم الخير يعني وقدرنا نحصد البطوله وكملنا المسيره من خلال التمارين بالكويت والحمد لله كان هذا نتاجها اللي هو حصد بطوله السوبر فكان على قولتهم الشخص العزيز علي اخوي عمر الملا اللي امسي عليه بالخير ونعم يعني رجل هو يستحق البطوله نعم رجل تعب خلال السنين اللي فاتت نعم فاستحقها واللاعبين ما قصروا يعني نعم وفوا بوعدهم معه طيب على طاري البحرين واللاعبين البحرينيين اكيد يعني لاعبين مميزين وش اللي يعطيهم السر هذا تركي بالفتره الاخيره احنا يعني شاهدنا حتى ما شاء الله على مستوى الاحتراف في كل دول الخليج وكانوا عندنا يعني بشكل مميز
هم البحرينيين من اول لاعبين زينين وايد ممتازين، بس عندهم الاهتمام. انت لما يكون في مردود مادي انت يعني انا احب اللعبه ويجيني وراها مردود مادي شيء طبيعي راح ابدع فيها زياده. هذه نغزه 100%. اي نعم. يعني لاعبين انا لاحظت بعد شغله بالبحرين، واذا يسمحوا لي اذكرها، انه حتى بالفرجان يلعبون كره اليد، وهذا شيء ترى قليل تشوفه، شيء صعب. اي يعني شيء صعب، صعب يعني. نعم العاده قدم، العاده كلها قدم او طائره. اي شاب اكو عرضتين، ها، بس انك تلعب كره يد وتشوف جمهور وحضور، هذا يعطي انه فعلا في مواهب كبيره بالبحرين، وفي مثل ما تفضلت في اهتمام كبير. اي في اهتمام، في هم خامات اساسا مميز، واللي اعرفه انا ان هم يعطونهم تفرغات. نعم. بدون اي مشاكل، بدون شيء. انت لاعب، انت روح. نعم. ابدا. اي دوامك موجود، شغلك روح، عندك محترف برا موسم كامل. نعم. روح شغلك كل موجود، هذا انا اللي اعرفه. نعم. فشيء طبيعي انه يبدا. طيب احنا شنو ينقصنا تركي، او خلنا يعني ما نتكلم عن جيلك، الجيل القادم شنو ينقصنا عشان نوصل حق العالميه؟ بالنهايه الكويت لفتره من الفترات كانت متسيده خليجيا اسيويا، وصلت كاس العالم اكثر من مره مع الاجيال الكبيره السابقه. الحين شنو ينقصنا عشان نرجع مره ثانيه، نرجع مره ثانيه، وخاصه يمكن دورينا بالفتره الاخيره اخذ حيز واهتمام كبير حتى على المستوى الخليجي. والله اللي قاعد يحضرني الحين الشغلات السريعه، لازم يكون في اهتمام بالاجيال الصغيره هذه. نعم. اللي صاعده في مدارس. لازم المدارس كل ما يصعد يدري انه في مستقبل قدامه، يقدر ياخذ يطلع فلوس، يقدر يلعب برا. احنا عندنا اهم شيء اللاعب مهما يبدع يدري انه هو 90% ما راح يقدر يلعب برا. ما يقدر يلعب برا، يا ينفصل من دوامه. نعم. يا النادي ما يخليه يطلع اذا كان لاعب سوبر. نعم. الشغلات عندك تفرغات، ما في تفرغات. عندك تقصد ان الخامه موجوده باللاعب الكويتي، لكن الموهبه، لكن تحتاج دعم. انا ابصم حتى في كره اليد، يعني انا ابصم. نعم. ابصم الكويت مو كره اليد. نعم. في كل الالعاب، عامه الرياضه. نعم. في كل الالعاب اللاعب الكويتي خامه بالفطره. نعم. خامه بالفطره. قدم، طائرة، سل، إذا دش المجال هو خامة. كان يقولها زوران أتوقع هذه المقولة. طيب الروح حق يعني أكيد يعني كابما ما راح يوقف عند مثلا كأس السوبر إن شاء الله، ولا راح يوقف عند الدوري، ما راح. وإحنا طموحاتنا خليجية آسيوية، أكيد يعني أكيد في تحضيرات معينة لمثل هذه البطولة راح تضيفون، ولا أنتم مكتفين بالإخوان من تونس المميزين؟ لا بإذن الله، يعني التحضيرات حق البطولة الآسيوية جارية على قدم وساق. نعم. متابعة أغلب عدد من اللاعبين واحتياجات، أهم شيء بالأساس هو احتياجات المدرب. هو اللي على قولتهم يقول لك المركز اللي هو يحتاجه فيه. نعم. لذلك الحمد لله إخواني مع أعضاء مجلس الإدارة مو مقصرين، يعني بالبطولات يمكن الآسيوية ممكن تزيد عدد. أي راح يكون. نعم. العدد 4 محترفين. نعم. ففي تواصل مع أكثر من لاعب، لكن إلى الآن ما رسينا على قولتهم اللاعب اللي نبي بالضبط. طيب انت عارف لان بالنسبه للاعبين في بعضهم. نعم. تكونون بطولات خارجيه بالضبط. او ضغط الدوري عنده فما يقدر انه يتواصل معك. نعم. طيب اساس هنا تستمر العمليه، شلون نطور دورينا بشكل عام، اتكلم وليس كاظم، ها، بشكل عام شلون نطور دورينا ونحاول ايضا نوصله الى مصاف الدول المتقدمه، بما ان نملك مواهب مثل ما قال تركي. المواهب موجوده. نعم. لكن الهدف الاساسي من اخواني بالانديه كل يعني بالكويت دون استثناء. نعم. اللي هو الاهتمام بالقاعدة. يعني لازم انك تحط خطة مدروسة لمدة مثلا 5 سنوات بالضبط، 10 سنوات. نعم. ما تكتفي وتقوي نظام الدوري، ما تكتفي انك بالسنة هذه تكتفي على قولتهم مدرب شغلة مو زين، خلاص في عقبات. مساعد خلنا نكون صريحين، العقبات موجودة، في عقبات. اتكلم بشكل عام وليس عن كاظمة، بشكل عام بالدوري او في البطولات المحلية. البطولات المحلية كعقبات مثل شنو يعني؟ يعني مثل ما قال مثلا تركي، قال في عدم التفرق، عدم تفرغ بفرض لك، لكن مثلا تغيير بقول لك كمثال على اخوي تركي، يعني يوم من نهائي السوبر الشخص كان مداوم، والله اكبر، طلع من الدوام وهو على لاعبنا ابراهيم الامير، طلع من الدوام راح لعب المباراه ورجع دوامه. هذا كمثال بسيط شنو يعاني اللاعب الكويتي، ومع ذلك هو متفوق وبطل. شاكر لك مساعد مفرح مدير فريق كره اليد نادي كاظم، وان شاء الله نشوفكم بالاعلى خاصه على المستوى العربي والاسيوي. الله يجزاك خير محمد، ومشكورين وما قصرت على الاستضافه. تركي طيب. احنا تشرفنا فيك، ونعطيك الكلمه الاخيره اذا تحب توجه رساله للاخوان في الاداره او اخوانك اللاعبين، تستاهلون. الشرف لنا طال عمرك، ومشكورين على الاستضافه. رساله واحده،
اقول حق اللاعبين ما خلص الموسم، احنا بدايه الموسم، شدوا الحيل وشدوا الهمه، وبالنهايه المردود كله حق نادي كاظمه والمنتخب، منتخب الكويت. نعم. فان شاء الله نطلع باحسن صوره يرضي الجمهور، والتوفيق حق الجميع. ونتمنى رساله اخيره، الهيئه القوانين لا تنحط على القدم، شوفوا اللعبات كلها، الرياضه مو كره قدم. هذا شيء من اخوكم الصغير، الرياضه مو كره قدم. لما تحط قانون مشي على الرياضه كلها، لازم تشوف الرياضات الثانيه يطابق ولا ما يطابق. شكرا لك، ما قصرت. وهذه فعلا يعني رساله قيمه من نجم في عالم كره اليد، واحنا دائما نطمح في كل الالعاب ان نوصل الى افضل مستوى لنا، ويمكن الاخوان شرفونا في كره اليد تركي وايضا النجوم اللعبه، لكن اكيد عندنا طموحات اكبر لكاظمة ان شاء الله في لعبه كره اليد، ونتمنى لهم التوفيق يا رب. اترككم الان مع زميلي عبد الله وفقرته الاخيره مع احد نجوم الرياضه الكويتيه في كره القدم بعد قليل. ولازلنا مستمرين مشاهدين الأعزاء إلى فقرة تايم لاين، حيث نستعرض أهم التغريدات الواردة في مواقع التواصل الاجتماعي. يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم حارس المرمى فهد الدعيج. نقول لك مساك الله بالخير، منورنا ومشرفنا. وين الغيبة يا فهد؟ وين موجود ذاك اليوم مع طلال؟ رحب فيك يا حبيبي عبد الله، رحب فيك ورحب سادة المشاهدين، ونتوكلنا على الله. توكل على الله. نبلش ولا تغريداتنا؟ يلا فوق. يلا نبلش تغريداتنا من حساب نادي سي AN. المدرب بيولي يوقع تمديد عقده حتى عام 2025. قرار صائب اليوم فهد من إدارة ميلان لمواصلة العمل مع المدرب بيولي. ايش رايك في المدرب بشكل عام ومستوى الميلان في هالفترة هذه؟ والله الأمانة أثبت انه هو مو مدرب عادي، ومو من هالموسم، من الموسم اللي طاف في بعد ما حقق الدوري، وكان وما كان من يعني الميلان العام ما كان من المرشحين في وجود الانتر واليوفي، ولكن اثبت حقيته واثبت انه هو مدرب من الطراز الرفيع صراحه، ويستاهل التجديد ل 2025. وهم بعد طلع له هاشتاج اللي هو بيولي اوت، ولكن اثبت للامانه اثبت انه مدرب، يعني مدرب من الطراز الرفيع، وخطوه وقرار صائب صراحه للميلان. مع انه بالفتره الاخيره في شغله بعد عبد الله، حتى وقت لما كان بيوقع العقد مع الميلان وطلع الهاشتاج والحمله عليه انه بيولي اوت بيولي اوت من هالكلام، من كثر ما اداره الميلان متمسكه في هذا المدرب طلع الخبر للناس قبل توقيع العقد. أيه. وهذا اكبر دليل ان الاداره متمسكه فيه، انه فرحوا بالاداء اللي هو قاعد يقدمه، وخصوصا انه درب اكثر من فريق بالدوري الايطالي، ما صح. كان مميز مثل ما كان مع الميلان. شنو الكاريزما اللي كانت موجوده عنده اللي نشرها في غرفه الملابس؟ نقدر نقول هذه الثقافه. ممكن هو يعني اقول لك انه ممكن هو اكتسب خبره من بعد ما درب انديه غير الميلان، قبل الميلان اكتسب خبره وصحح اخطائه وطلع نجاحه مع الميلان. جميل. وإلى تغريدة من حساب ESPN.
تامي إبراهام يضيع أحد أغرب الفرص، ولكن روما يفوز ويصعد للمركز الرابع. اليوم النجم الإنجليزي تامي إبراهام، هل تراجع مستواه هذا الموسم؟ وأين تتوقع أن ينتهي روما بترتيبه هذا الموسم، خصوصا اللي إحنا قاعد نشوف منافسة شديدة ما بين الفرق اللي تنافس على الصدارة في الدوري الإيطالي؟ اولا الهدف اللي ضاع يعني صراحه شيء غريب، ما يضيع من اللاعب ما يضيع يعني سوى كل شيء وطاف الحارس وهو الجول وما توفق في تسجيل الهدف. وروما من سيء الى اسوء صراحه يعني مع التعاقدات، يعني مثل نشوف فينالدو، نشوف ديبالا، نشوف لاعبين على مستوى عالمي، شيء غريب. زانيولو بعد العوده من الاصابه. روما يمتلك العناصر، خصوصا مع مدرب زين، عنده عناصر، ولكن شيء غريب السوء اللي هو قاعد يمر فيه والدروب الكبير اللي قاعد يمر فيه روما، ويعني ما ادري لوين يبي يوصل. سيء سيء روما هذا الموسم، واتوقع حتى الموسم اللي طاف يعني مو بس هالموسم. بس في طموح هذا الموسم، ان هم الموسم اللي طاف هم حصدوا كاس اليوروبا ليج، كانوا هم بطل البطوله هذه، لكن هالموسم هذا الطموح كان اعلى، المشاركه في الشامبيونز. ممكن كبر طموحهم، أيوة، وما قدروا يوصلون للي هم يبونه، وصار عليهم ضغط وما كان الأداء اللي هم كانوا يطمحون له. اليوم الموسم هذا يعني خصوصا الموسم هذا في الدوري الإيطالي، الفرق ما بين روما وما بين نابولي الأول 7 نقاط، يعني دوري نار. الدوري الإيطالي نار هذا الموسم وايد قوي. وإلى تغريدة من حساب الصحفي الموثوق فابريسيو رومانو، فرانك كيسي يؤكد أنه لن يرحل عن برشلونة في يناير. اليوم فهد، نجم خط الوسط كان أحد أفضل لاعبين ميلان الموسم الماضي، ولكن وضعه مع برشلونة ليس جيدا. شنو المشكلة؟ اليوم زابي يعني تشافي ما عرف شلون يوظف هذا اللاعب في تشكيلة برشلونة. مشكلة فرانك مو لأنه مو مو المشكله مو فيه هو، واكبر دليل ان الموسم اللي طاف قدم مستوى كبير مع الميلان، ولكن المنظومه في برشلونه هي ما ساعدته. في فرق بين لاعب نجم يشيل الفريق وبين لاعب زين، لاعب ممتاز يمشي مع المنظومه. مو كل لاعب نجم، في نجوم وفي لاعبين ممتازين. فانا اتوقع ان فرانك يحتاج اكثر وقت وفرصه اكثر مع برشلونه على ما يثبت نفسه اكثر. يعني هو فهد يمكن اصابع الاتهام على تشافي كثيره هذه الموسم، كونه هو المدرب يعني، لان كيسي عندك ديونغ، عندك جابي، ولا تروح بعيد ترى اسماء كثيره، بوسكتس هم بعد، بوسكتس المفروض يصير على بوسكتس يعني. برشلونه فريق جماهيري، فريق صحيح. اعلامي، فريق كبير، فمو اي لاعب يتحمل الضغط اللي في برشلونه. صحيح، اتفق. فاللي قاعد يمر فيه فرانك كيسي طبيعي ويحتاج وقت، لأن برشلونة حالياً يعيش في دروب كبير. صحيح. كبير كبير. صحيح. وإلى تغريدة حول لوكاكو نجم الإنتر، يا لوكاكو. لوكاكو يتعرض لإصابة جديدة، ويبدو أنه لن يعود قبل العام الجديد. اليوم فهد، خسارة كبيرة للإنتر والمنتخب البلجيكي في إصابة لوكاكو. يمكن كان له شهرين أو أكثر من شهرين كان مصاب، ورجع شفناه يمكن في الشامبيونز ليج قدام فيكتوريا بلزن. صح. اخر 10 دقائق نزل وحط جول. اخر 10 دقائق، وهو شهرين اقل من 5 دقائق سجل لوكاكو. ضربه توجع صراحه للانتر والمنتخب البلجيكي، الله يعينهم والله يعيننا الانتر على فقدان لوكاكو. خساره صراحه، خساره غياب لوكاكو. بس شو تسوي، هذه كره القدم، هذه كره القدم. أيوة. صحيح طبعا. يعني انا الحين الله يعين بلجيكي الحين مع بكاس العالم احتمال ما يشارك، صعب يشارك. اصابته خطيره يعني، وصعب انه يشارك، يحتاج له يعني مو قبل نهايه العام يعني. يحتاج له وقت على ما يرد شافه يعني. صحيح. ونبقى مع اخبار الاصابات، وتغريده من حساب ESPN، وكيل أعمال النجم الفرنسي بوغبا يؤكد غيابه عن مونديال قطر. اليوم فهد، المنتخب الفرنسي بعد خسارة كانتي الآن يخسر بوغبا، هل يمكن تعويض ثنائي خط الوسط، خصوصا أن هذا الثنائي هم اللي جاب لهم كأس العالم؟ احنا تعودنا على المنتخب الفرنسي أنه ولاد، ومو لاعب ولا لاعبين ولا ثلاثة يأثر في لما يغيبون، يأثر على المنتخب الفرنسي. تعودنا على أنه ولاد، وأكبر دليل وجود نجوم الفرنسيين اللي بريال مدريد، كامافينجا
تشاميني تشاوميني تشاوميني صحيح. وجودهم واثبتوا احقيتهم في ريال مدريد. هذا اكبر دليل انهم جاهزين للمنتخب الفرنسي وراح يغطون مكان بوكبا وكانتي. مو معناته انهم مو نجوم، بوكبا وكانتي نجوم ما حد يختلف عليهم، لهم ارقامهم يعني ولهم انجازاتهم، لهم ثقلهم بالملعب. ايوه وبس مثل ما قلت لك المنتخب الفرنسي ولاد وما في خوف على المنتخب الفرنسي اكيد طبعا. والى تغريده حول ارقام ليونيل ميسي. ميسي هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي اشترك في 1123 هدفا، رقم كبير جدا اليوم يا فهد. من الممكن كسر مثل هذا الرقم؟ هل من الممكن اليوم نشوف لاعب بالمستقبل يكسر هذه الأرقام؟ شنو الحالة الوحدة؟ إنه يجي لاعب من القمر من كوكب ثاني من كوكب ثاني ويكسر الرقم هذا، رقم كبير، رقم خرافي، لأن ميسي أساساً خرافي يعني ميسي يبغي ميسي وبإنجازاته وأرقامه وما شاء الله عليه مستمر في تحقيق الأرقام. هو الغريب مو هني فهد، الغريب مو كسر الأرقام، لا ميسي إحنا متعودين على كريستيانو ميسي يكسرون الأرقام طبعاً. لكن الغريب في هذا العمر المتقدم أنك أنت تنافس على الصدارة وتكسر أرقام وكذي، هذا اللي يميز ميسي، تبين الاستمرارية، هذا اللي يميز الاستمرارية. مو أي لاعب عنده استمرارية، في لاعبين عندهم إمكانيات عالية، عندهم مهارات، عندهم إنجازات، ولكن وين الاستمرارية؟ هني تميز بين اللاعب الممتاز والنجم والأسطورة بين اللاعب العادي، الاستمرارية. فميسي يبقى ميسي وإن شاء الله يا رب يكمل وما يبطل لأنه متعة والله متعة الناس بشكل عام والله متعة. يعني اليوم تتفق أو تختلف ميسي يمكن من أفضل، يعني ما أحب ميسي ترى، أنا ما أحب ميسي مو وايد، لكن الحق ينقال نقدر أي الحق ينقال يعني أنا لعب. بالنسبة لي كريستيانو رقم واحد، الناس وايد راح تختلف معاي أيه. بس أنا بالنسبة لي لو شوف لو ميسي عنده ربع كاريزمة كريستيانو أيه. كان ما البنية الجسمانية يمكن خلي البنية الجسمانية يعني ميسي على بنيته القصيرة أيه. ولكن قاعد تشوفه يطوف عشر لاعبين وهو مرتاح صحيح اتفق. الكاريزما تفرق عبد الله، الشخصيه داخل الملعب وبغرفه الملابس تفرق. انا بضرب لك مثال لما راح كريستيانو اليوفي في اول موسم له كان في مباراه بنفس الوقت، مباراه حق اليوفي مباراه حق برشلونه صحيح، برشلونه كان خسران، ميسي طلع من يعني طلع من الملعب نزل راسه شويه يبكي يا ابن الحلال، ناس اللاعبين قاعد يلعبون عشانك، الاعتماد عليك صحيح. العالم كله يطالع ميسي يا اخي. في لقطه حق محمد صلاح اللي لما صعدوا كاس العالم، طبيعي الانسان ينهار طبيعي لانه بالنهايه انسان، لما طاح هذه ثلاث دقائق تدرس عبد الله صحيح. والله العظيم تدرس صحيح. انا للحين اشوف الفيديو ما وما وما امل منه. شفت الصرخه هذه مع الجمهور وشون الملعب يهتز، هذه بروحها تعطي حماس وموتيفيشن حق اللاعبين اللي معاه. كريستيانو في المقابل اليوفي كان خسران 2-0 في الشوط الاول، بين الشوطين قاعد يحمل نفسه اول قبل اللاعبين بالضبط، دشوا الشوط الثاني قلبوا النتيجه فريق ثاني. هذه الكاريزما اللي انا اتكلم عنها عبد الله. لو ميسي عنده ربع كاريزما كريستيانو على الامكانيات اللي عنده كان ما في ممكن ولا كريستيانو ولا غيره ممكن احنا اليوم يمكن خلينا نبين حق الساده المشاهدين او كل محبين كرة القدم حول العالم، المقارنة ما بين كريستيانو وميسي ترى جدا خاطئة، ما يصير أنت تقارن، ظالمة. المقارنة جدا صعبة، أنت ما تقدر تقول على اللاعب أحسن من الثاني صحيح. كل واحد يمتاز عنده مميزات صحيح. يتغلب فيها الثاني صحيح. هذا موهوب وهذا اشتغل على نفسه وقدر يصارع هذا الموهوب الخارق. أنت لما تقدر تصارع هذا الموهوب الخارق عرف أن أنت هم بعد خارق. كافي يا فهد أن 15 سنة عيشونا في هذه أيوة والله المتعة أيوة والله. واليوم يمكن نحزن لما نشوف الكرة الذهبية أيوة. هم ما يعني أنا الحين ما شاء الله الحين كم حلقة معاكم كل حلقة ينذكر كريستيانو ميسي طبيعي. ولا نمل منهم طبيعي أي أيوة والله طبعا. وإلى تغريدة حول ليفربول وقيادة يورغن كلوب. ليفربول الجريح حقق يقول لك ليفربول 16 نقطة فقط بعد 12 جولة، وهو ذات الرصيد الذي حصل عليه تحت قيادة روي هوتسون عام 2010. فهد اليوم نتائج سيئة للغاية لليفربول، يسقط من القمة بأسرع طريقة، يعني شلون يمكن حل مشكلة الفريق خصوصا أن يورغن كلوب يمكن قمنا نشوفه الفترة الأخيرة ما عنده حلول. هو مو ما عنده حلول، وهو ما عنده الإمكانيات اللي يستغلها. انا على يقين تام ان يورغن كلوب لو تتوفر له السبل اللي هو يحتاجها صدقني ما راح يظهر في هذا المستوى. ليفربول مشكلته الاصابات، مشكلته عدم التعاقدات الممتازه، خروج بعض اللاعبين النجوم صحيح. مثل ساديو ماني، التكتيك
هو يعني ما تغير شيء. ما نحمل كلوب، ما نحمل كلوب، يتحمل جزء ولكن يستاهل كلوب على اللي سواه مع ليفربول وعلى الانتفاضه اللي عايشنا معاها، اللي عشنا معاها مع ليفربول اخر كم سنه، انتفاضه لليفربول، فيستاهل فرصه ثانيه وثالثه كلوب. يعني ما يصير نحمله من اول دروب نحمله كل الاخفاق يعني. صحيح، وهذا شيء طبيعي في عالم كره القدم، انت يوم فوق يوم تحت، طبيعي. والى اخر تغريداتنا لهذا اليوم وتوقع مراكز فرق الممتازه ما بين مان يونايتد وتوتنهام وليفربول وتشيلسي، من سيحصل على اعلى مركز في ترتيب الدوري الانجليزي من بين هذه الانديه على عجاله؟ صعب من الحين عبد الله، لان تو الناس في تايم في كاس عالم. عطني اياهم بتقديري، اول ثاني ثالث رابع. سريعه كذي، سريعه، انا اتوقع ليفربول الاقل، الرابع، اي الاقل، الرابع، الثالث فوق تشيلسي، تشيلسي ثاني، بين توتنهام ويونايتد. انا اقول توتنهام يونايتد، يونايتد الاول على المستوى اللي قاعد تشوفه. اي ارسنال وين؟ معني توتنهام. وين راح ارسنال المتصدر؟ انت قلت لي بين هذول الاربعه. اي صح، ما بين الاربعه حتى اللي ابعاد. اذا تبي ارسنال، ارسنال المتصدر الحين، متصدر صحيح، بعيد عن الامور، بس بين هذول الاربعه يعني بين يونايتد وتوتنهام فرق بسيط يعني، ولكن تشيلسي وليفربول الاخير. انا نفس ترتيبك بس بدل توتنهام مع يونايتد. هاي انا معك، توكل على الله. قواك الله يا فهد، مشكور وما قصرت على قبولك الدعوه وحضورك، وشرفتنا ونورتنا يا حبيبي. يا عبد الله، واللحيه خلها ترى احلى، احلى بس على كلامك علشت الحين ستايلش. ايوه قواك الله يا حبيبي، مشكور وما قصرتنا. بكذي مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على امل ان شاء الله نلتقي وياكم باكر ومواضيع كثيره. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات اسره العمل، وفي امان الله.